ربيع الطفولة في نسخته الثالثة تحت شعار لنصاحب الكتابة طفولة وشباب. شكرا. سمعيتي. أيها الحضور الكرام، أولادنا ثمار قلوبنا وفلذات أكبادنا وزينة حياتنا. لقول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي هذا الإطار كان لأطفالي وشبابي اهتمام من طرف جمعية الرسالة للتربية والتخييم، وعليها ينبني شعارها: أمر التربية هو كل شيء، وعليه يبنى كل شيء. ولهذا اسمحوا لي أن نبدأ محاضرتنا وأعطي الكلمة لنائب رئيس المكتب الوطني لجمعية الرسالة للتربية والتخييم في شخص الأستاذ محمد فلولي، مصطفى الفلولي، الذي يشرفنا الآن بحضوره لمدينة فاس، فشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الدكتور مصطفى أبو السعد السيد نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس، الدكتور شاكر مدني عن جمعية مركز السراج للبحوث والدراسات، السادة الكتاب المحليون بفروع مدينة مكناس العامرة فرع مكناس فرع ويزلان فرع تولان، السيدات والسادة أعضاء المكتب الجهوي لجمعية الرسالة للتربية والتخييم جهة فاس مكناس، السيدة رئيسة جمعية الثريا، السيد الرئيس المنتدب لجمعية أمجاد، السيد عن جمعية تزمي للمواطنة والتنمية، السيد عن جمعية مغرب الأصدقاء الأنبياء، المربون والمهتمون، المربيات والمهتمات بالشأن التربوي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، والشكر الجزيل للدكتور مصطفى أبو سعد على تجشمه عناء السفر وقبوله لدعوتنا وتشريفه لوطنه المغرب وتشريفه لمدينة مكناس الزيتونة، مدينة الخير والكرم، مدينة الشرفاء والعلماء. إن جمعية الرسالة للتربية والتخييم منذ أن تأسست سنة 88 و900 و1000 وهي تولي قضايا الطفولة ومسألة التربية أهمية كبرى، وذلك لأن الطفل هو زهرة الحاضر وثمرة المستقبل، وهو بذرة كل خير، وهو المعول عليه لقيادة التغيير نحو الأفضل ولتحقيق التقدم الذي نرنو إليه في المستقبل. ولكل ذلك فإن جمعية الرسالة للتربية والتخييم جعلت من مسألة التربية غاية كبرى، جسدتها في شعارها الخالد: أمر التربية هو كل شيء، وعليه يبنى كل شيء. كما أن إيمان الجمعية العميق بمركزية قضايا الطفولة هو الذي جعلها تتحول من جمعية الرسالة للتربية والثقافة إلى جمعية الرسالة للتربية والتخييم، إيذانا منها بمرحلة جديدة تيمتها التخصص في مسألة التربية والتخييم. ومن هذا المنطلق حرصت فروع مدينة مكناس لجمعية الرسالة للتربية والتخييم، فرع مكناس، فرع ويسلان، فرع تولال، في إطار فعاليات مهرجان الطفولة الذي ينظم في نسخته الثالثة بدعم من مجلس جهة فاس مكناس والجماعة الحضرية لمكناس مشكورين، خلال الفترة الممتدة ما بين 17 مارس 2019 و 23 يونيو 2019، والذي اختير له شعار لنصاحب الكتاب طفولة وشبابا. أن ينظم هذه المحاضرة القيمة في موضوع مهارات في تربية الأبناء، هؤلاء الأبناء الذين لا يمكن أن نراهم إلا كما صورهم الله تعالى لنا، فهم زينة الحياة الدنيا مصداقا لقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهم هبة من رب العالمين لقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، وهم بشرى من الله تعالى لقوله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وهم نفس زكية
انطلاقا من قوله تعالى: فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وهم كذلك قرة أعين لقوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلنا عظيم الشرف أن نستقبل الخبير التربوي والدكتور في علم النفس التربوي من جامعة تولوز بفرنسا سنة 1993 والحاصل على الماجستير في الإرشاد النفسي علم النفس العيادي من جامعة تولوز والمتخصص في إعداد المرشدين والمستشارين في الإرشاد التربوي طفولة ومراهقة والإرشاد الزواجي وصاحب العديد من البرامج المرئية والسمعية بالعديد من القنوات الفضائية والإذاعات العربية ومؤلف العديد من الكتب التربوية من قبيل الوالدية الإيجابية الحاجات النفسية للطفل استراتيجية التربية الإيجابية التقدير الذاتي للطفل الأطفال المزعجون المراهقون المزعجون رخصة القيادة التربوية مهارات الحياة الوجدانية من الطفولة إلى المراهقة الحاجات النفسية للطفل. هكذا نربي 5 مهارات لرفع الكفاءة الوالدين وفعاليتهم الأساليب 14 لتصبح والدا أكثر وعيا وإدراكا فرض الحركة وضعف الانتباه. نستقبل الدكتور المتميز مصطفى أبو سعد ليرخي علينا بعضا من ظلاله التربوية ويذيقنا رشفات من التربية الإيجابية ويفتح عيوننا على بعض من المهارات التي تكون خير معين لنا في تربية أبنائنا. فليتفضل الدكتور المقتدر مشكورا مأجورا وله منا جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أبناء الصغار، بنات الصغيرات، بعدين الكبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا أشكر الله عز وجل أن هيأ لي لقاء آخر مع هذه المدينة الطيبة، بلدة طيبة بأهلها الطيبين. ويسعدني أن ألتقي في موضوع تربية الأطفال كما جاء كرؤية لهذه الجمعية الطيبة، جمعية الرسالة. فنحن ممن يعتقدون أن مستقبل المجتمعات راهين بمستقبل الأطفال، وأن المجتمع الذي لا يهتم بالأطفال لا أمل له أن يكون له موقع إيجابي في المستقبل، وأن أعظم حضارة هي حضارة بناء الإنسان وليست حضارة الإسمنت. هذا منطلق لنبدأ برنامجنا حول مهارات في تربية الأبناء. وأكثر ما يسعدني في هذا المكان هو صوت الأطفال. الأطفال الآن تبكي، هذا معامل لي موسيقى تصويرية، فأنا سعيد بهذه الأصوات ولا أريد أحد منكم ينزعج منها، فهي نعمة. ممتاز، سأرحب بكم إخواني أخواتي وسعيد بهذا اللقاء. وأبدأ بهذا الفيلم اللي غتشوفوه. شوفوا أطفالنا مثل هذه الغزالة الجميلة، شايفين هذه الغزالة؟ هؤلاء أعداء أطفالنا. المهارات هي تكون أسرع من الأعداء وتنقذون أطفالكم. هكذا هذه المهارات في التربية. شكرا، عندكم أي سؤال؟ باختصار يا جماعة. ممتاز، أبدأ باختبار. كم واحد هنا مربي؟ أب، أم، مربي؟ نعم، اتفضل. كاين الصوت ولكن ماشي بزاف، واخا غا ما يكونش عالي باش ما يزعجش الناس. شوف ديرو في هذه التحتانيه، نشوف، لا ديرو في الثانيه يمكن. كم واحد هنا اب ام مربي مربيه؟ ممتاز. كم واحد يعتقد انه مربي؟ ممتاز. اليوم ساختبركم، يمكن يطلع عندكم شيء اسم اخر ماشي مربين، سنرى. فعندنا أنواع المربين 3. المربي الأول نسميه الإطفائي. لو سألتكم سؤال، الإطفائي هي مهنة؟ أين هم الإطفائيون الآن؟ في مراكزهم. متى يتدخلون؟ عند ورود بعض الكوارث، إما هدم أو فيضان أو حريق. بمعنى دورهم هو التدخل في الحالات الطارئة لإطفاء شيء. كم من الآباء والأمهات دورهم التربوي هو كيف أطفئ ولدي عنيد، ولدي يرفض،
ولدي يعصاني، ولدي لا يسمع كلامي، ولدي يضرب إخوانه، ولدي يكسر. أغلب الآباء والأمهات دورهم التربوي هو الإطفاء. أنا جيني تقريباً حوالي 5000 سؤال يومياً بين الواتساب والفيسبوك والتويتر والإنستغرام فأغلب الأسئلة هي إطفائية، أسئلة آباء وأمهات إطفائيون، بمعنى دورهم التربوي مقتصر على الشيء الأساسي اللي هو الأكل والشرب والنوم واللباس. أما التربية فهي التدخل، إذا ابني عنده مشكل كيف أتدخل؟ ونحن نسميه إطفاء ليس مربى. وللعموم عموماً الرجال بالدرجة الأساسية أغلبهم إطفائيون، وبعضهم ينظر وكذا دكتور التربية هو دور الأمهات ودور الرجل يبدأ بعد 14 سنة عندما يكبر الإبن إلى غير ذلك. وإذا عجزت الأم عن حل بعض المشكلات يتدخل الرجل، هذا يسمى المدير والقائد، لا علاقة له بالتربية. بينما التربية الآب أول خطوة تربوية في حياة الطفل، في الدقيقة الأولى يقوم بها الأب وليس الأم. أليست أول خطوة مسؤول عنها الأب؟ هو الذي يحمي الابن ويؤثر في أذنه، بمعنى التربية هي دور الأب والأم بالدرجة الأولى. كم واحد هنا طلع إطفائي؟ الحمد لله ولا واحد. نعم الحمد لله. عند النوع الثاني المروض. المروض لما نقول مروض أين يشتغل المروضون؟ سر، يروض الحيوانات ليجعلون حيوانات أليفة مطيعة يستمتع بها البشر ويستمتعون بها في العروض وغير ذلك. كم واحد مروض؟ كم واحد فيكم يسعى ويريد أبناء مطيعون؟ كم واحد يريد ابن مطيع؟ إذا كلكم مروضون، فأي أب أو أي أم عنده الدور الأساسي كيف أجعل ابني يسمع كلامي ويطيعني فهذا مروض، لأن طبيعة الطفل يصعب عليه أن يطيع أيا كان. طبيعة الطفل يتلكى، يعاند، يرفض، هذه طبيعة الطفل. لولا هذه الطبيعة الفطرية هي احتياجات العمر واحتياجات النمو لهدمت شخصيات الأطفال في 5 سنوات الأولى. ولكن بفضل الله فيه نوع من العناد والرفض وغير ذلك، هذا الذي يجعل أبناءنا ينشأون ويتمتعون بشخصية قد تصل إلى القوة. ولذلك أغلب الآباء والأمهات أيضا مروضون، بمعنى يسعون إلى تحويل الأبناء إلى حيوانات أليفة، بمعنى مطيع. إذن بين المروض والإطفائي ضاعت التربية. وأغلب الآباء والأمهات حينما يقرؤون كتب التربية لا سيما الكتب المترجمة سواء من أمريكا ولا فرنسا ولا غيرها، كل هذه الكتب بلا استثناء رؤيتها التربوية هو ترويض الأطفال، هو ترويض الأطفال. لأن حتى رؤية الإنسان وفلسفة الإنسان تختلف من بيئة إلى بيئة. فنحن أعتقد أنكم أنا وأنتم نفس الشيء إلا إذا فيكم أحد يخالفنا عادي، نرى أن الإنسان مخلوق مكرم فضله الله عن سائر المخلوقات وأسجد له ملائكته، هذا هو الإنسان، هو مخلوق معزز مكرم. فإذا هذا المخلوق المعزز المكرم له كرامة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، بمعنى الكرامة. إذا من هو كريم لا ينبغي ترويضه، بينما تم رؤية أخرى ترى أن الإنسان حيوان عاقل أو حيوان ناطق. والسؤال، الذي يرى نفسه حيوانا عاقلا ناطقا فطبيعي أن يكون دوره هو الترويض. ولك يصعب علينا أن نترجم ونربي أبناءنا بكتب مترجمة لأن الرؤية مختلفة. ولذلك نحن نسعى أن نكون مربين إيجابيين. من هو المربي الإيجابي؟ المربي الإيجابي له 3 علامات تميزه. علامة واحدة إذا افتقدها يدخل إما في الترويض أو في الإطفاء. ما هي هذه العلامات؟ العلامة الأولى أن المربي الإيجابي يملك مهارات وقدرات وتعامل
يجعل بينه وبين الطفل علاقة إيجابية، بمعنى لا يمكن أن تكون مربيا ما لم تكن علاقتك بأبنائك إيجابية، يعني علاقة مبنية على الحب والرحمة والرأفة، وليست علاقة مبنية على الترويض وعلى الضرب والعنف. فالخيار لن يضرب خياركم، بمعنى تكون تم علاقة إيجابية بيني وبين أبنائي. وهذه سنة قرآنية لا تحابي بشرا، حتى الأنبياء والرسل وحتى سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قيلت له هذه القاعدة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى أنت الرسول المدعوم بالوحي المنزل، هؤلاء أصحابك لو كنت فظا غليظ القلب أتركوا لانفضوا من حولك، بمعنى أنه اجتمعت حولك القلوب والنفوس. لماذا؟ لأنك استطعت أن تبني علاقة إيجابية. إذن أول شيء العلاقة الإيجابية، هذه العلامة الأولى، وهذا هو برنامج اليوم بإذن الله. الأمر الثاني عند المربي الإيجابي وهي ما تسمى المشكلات السلوكية التي تحتاج إلى إطفاء أو ترويض أو غيرها. بالنسبة للمربي الإيجابي، لو سألتكم سؤال ما هي المشكلات التربوية اللي ممكن تكون عند الآباء والأمهات، شنو المشكلات؟ نعم ابن عنيد، بعد عدواني، كثير الحركة، يرفض، يضرب، عنده تبول إعراضي، عنده تأتأة، يخاف، عنده كوابيس بالليل، هذه كلها مشكلات صح؟ لا، بالنسبة للمربي الإيجابي ليست مشكلات، هذه مجرد أعراض. أما المشكل الحقيقي، المربي الإيجابي يتعامل مع أصل المشكلات وليست أعراضها. مثال، قبل يمكن شهرين إحدى الأخوات سألتني سؤال في تويتر، تقول: دكتور كيف أتعامل مع بنتي التي تكذب وعندي الأدلة الدامغة على أنها تكذب؟ يعني هذه ماشي غير إطفائية ومروضة، هذه حاطة بنفسها قاضية ووكيلة نيابة وجمعت أدلة وتريد أن تثبت التهمة على ابنتها. هذه ليست مربية، لأن الأبناء لا يكذبون، والكذب عرض. إذا الولد عندما يكذب، أقول أنا المربي الإيجابي، هذا السلوك الظاهري هذا عرض. لماذا يكذب ابني؟ هل يكذب خوفا أو يفقد يعني أمانا أو يبحث عن حب أو يبحث عن اعتبار إلى غير ذلك؟ إذا وجدتم طفلا يسرق فاعلموا أن أباه غائب، فإذا غاب الآباء يسرق الأبناء. والسؤال: أي الآباء الذين إذا غابوا يجعلون أبنائهم يسرقون؟ أي آباء بين قوسين؟ ها؟ الآباء الطيبون، الرائعون، المتميزون، الخلوقون. لما يكون أب ممتاز ورائع والناس كلها تستمتع بوجوده في حياتهم ويكون غائب عن أسرته، لا يستطيع الأبناء إلا أن يعبروا عن هذا الاحتياج لهذا الأب الطيب إلا بمد أيديهم، وهذا نوع من المرض، هذا اضطراب نفسي. ولكن سببه الأساس غياب الأب، ليس الأب السيء. الأب السيء إذا غاب ارتاح الأبناء، ولكن الأب الطيب إذا غاب أبناؤه يضطربون، لأنهم يفتقدون وجوده، يفتقدون وجود هذا الأب. خصوصا الأب يكون الناس يستمتعون به في الخارج، مثل ما يكون رجل سياسة ولا رجل دعوة ولا رجل فكر ولا ثقافة، وتكون أسرته آخر شيء يفكر فيه. وعندي أحد الآباء من المشاهير اللي الله نفع بهم الأمة، ملايين الناس ينتفعون بهم، واحد من أبناء دخل في حالة اضطراب غير عادية، ووصل به الاضطراب إلى أنه بدأ يبحث عن تشويه صورة والده. فلاحقت هذا الولد وجلست معاه حوالي يمكن ساعة ونصف أهدئه وأطمئنه وأحاول أخفف عليه وخليه فضفض، ووعدت أنني سأعالج المشكل مع والده. ولما جاء أبوه جلست مع أبيه فقال: يا دكتور مصطفى، لو كل واحد فينا يفكر بعقلية الأبناء تضيع الأمة. قلت له: شوف أنا إنسان بسيط وفكري بسيط، كلمني غير بالبساطة اللي أفهمها، أنا لم أفهم كلامك.
أعيد عليها كده يا دكتور، لازم نخدم الأمة ونفكر بعقلية الأمة. إيه شنو معناها؟ معناها لا ينبغي أن نحسر ذاتي وأضيع وقتي مع أولادي. تي والله أنا أعرف شخص، استغفر الله حتى نقول أحسن منك لا يجوز، لأنه أصلا لم يكن من الأمة، كان هو الأمة والأمة تنسب إليه، فيقال أمة محمد. وكان صلى الله عليه وسلم عنده أسرته أهم من الأمة كلها. ولما جاءت قبيلة بالآلاف يريدون إعلان إسلامهم وكان الوقت مخصصا لأسرته لم يخرج لهم، رغم أنهم تعبوا من يا محمد خرج لنا، لم يخرج لهم، لأن هذا وقت الأسرة. والله عز وجل يحاسب الإنسان على ثلاث دوائر: الدائرة الأولى نفسه، والدائرة الثانية أسرته، والدائرة الثالثة حرفته. حرفتك، مهنتك، أحسنت فيها أم أسأت أم غششت الناس أم غيرها، هذه أهم ثلاث دوائر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، كملوا أهليكم ولا أمتكم وأهليكم، ومن لا خير فيه في أسرته لا خير يرجى منه في أمته. وجلس مع هذا الدكتور الفاضل الذي نفع الله بالأمة يعني يمكن ثلاث ساعات حتى أقنعته أنك قد تؤتى من أسرتك وقد تؤتى من أبنائك، وأن ما فائدتك إذا أوتيت من أبناء أو من ابن يريد أن يشوه سمعتك لذلك، وبالتالي أبنائي تحت مسؤوليتي بالدرجة الأولى. إذا هذه الأعراض بالنسبة الإيجابي قلنا رقم واحد علاقة إيجابية، اثنين المشكلات السلوكية لا تعالج مباشرة، يبحث عن أصلها وليس أعراضها. والأمر الثالث وهو المربي الإيجابي غايته من التربية هو تنشئة أبناء يتمتعون بشخصية قوية ثم بعدها أبناء صالحين. انتبهوا، أول غاية للتربية في الإسلام أن تنشئ ولدا قوي الشخصية ثم صالحا القوي وبعده الأمين، وليس العكس. وليس أريد أولادا صالحين أولا، الصالحون قد يبقى صالحا ولكن الصالح دون قوة الشخصية يصبح صالحا هشا. ومعنى الهشاشة معنى أن إنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، وتعرفون تتمة الحديث، معناها مصداق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله. وأنا كنت قبل أن أعرف هذه المعلومات وكذا كنت أستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء، يعني النبي يدعو بهذا الدعاء، فكان شوية أستغرب. تعرفون الواحد لما يكون فكره سطحي وغيرها، أيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يتغير قلبه؟ لا يخشى عليه، ولكن كان يعلم هذه الأمة أنه قد يكون الإنسان صالحا ولكن الصالح الهش يخشى عليه في أي لحظة. وهل رأيتم في مدينتكم الطيبة أناسا صالحين لمدة 30 سنة ثم انقلبوا رأسا على عقب من الصلاح إلى الإلحاد؟ حبنا مكناس ما فيهاش كل غير الدار البيضاء وطنجة وكذا. هل رأيتم مثل هذه الأحداث؟ رجل إنسان ينقلب في أي لحظة؟ ولذلك غاية التربية الأساسية تنشئة أبناء يتمتعون بقوة الشخصية ثم بالصلاح. وقوة الشخصية أولى، لأن الإنسان قوي الشخصية يمكن أن يصلح حاله في أي لحظة يتوب ويصلح حاله، ولكن ضعيف الشخصية يصعب بناء وتقوية شخصيته بعد أن تكتمل 18 سنة من عمره. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم من أفضل الناس لهجة وصدقا وغيرها، ولكن كان فيهم ضعفا في طفولتهم ولم يتقوى عليه حتى بعد إسلامهم. وقال ابن صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية، لا تستطيع أن تملك نفسك عند الغضب، العواطف والمشاعر تقودك وقد تغضب وقد تجعلك تخطئ خطأ قاتلا. ولذلك هذه العلامات الثلاثة للمربي الإيجابي، يعني علاقة إيجابية مع أبنائه، لا ينظر المشكلة السلوكية إلا باعتبارها مجرد أعراض لا تزعجني، والأمر الثالث
غاية التربية أن أنشئ ابن يتمتع بقوة الشخصية. هذا المربي الذي نريده. في هذا البرنامج إن شاء الله نحاول أن نتعلم الجزء الأول، كيف نملك علاقة إيجابية، ما هي المهارات أو السمات التي تؤهلنا لبناء علاقة إيجابية مع الأبناء. شوفوا هذا الفرق بين الفرق في المهارات. انظروا، هذه تربي وهذه تربي. شوفوا الفرق في المهارة. شفتوا الفرق؟ خل نعيدها. الكل يربي، ما هي النتيجة؟ شفتوا المهارة الأولى تستمتع ومبتسمة ومرتاحة، والنتيجة شفتوها، والثانية في توتر وضغط وتكلف وانزعاج إلى غير ذلك. ممتاز. التربية، هناك أربع أسس تقوم عليها التربية، يعني أربع مهارات أساسية في التربية أساسية. التربية الفعالة تقوم على أربع أسس: بناء ثقة متبادلة بيني وبين أبنائي، بناء علاقة إيجابية، تعزيز السلوك الإيجابي، تعديل السلوك السلبي، تعزيز تعديل. التربية كلها في هذه الأربع أسس. ولكن السؤال أخواتي إخواني، هل هذه الأسس الأربعة كلها بنفس القيمة؟ يعني كل واحدة فيهم مهمة 25%، ولا في واحدة أكثر منهم؟ وما هي؟ هل هي تعديل السلوك؟ ولا تعزيز السلوك الإيجابي؟ ولا بناء الثقة؟ ولا بناء العلاقة؟ ثقة. ممكن أن نفقد الثقة بسبب سلوك معين، ولكن لا نفقد العلاقة. ولكن بناء العلاقة بالنسبة إلي 70% التربية العلاقة. بمعنى قوة التربية وقوة المهارات التربوية هي أن تستطيع بناء علاقة إيجابية بينك وبين أبنائك. إذا بنيت هذه العلاقة ارتاح المربون. أما باقي الأشياء، هذا تعديل السلوك تحويل السلبيات هو اللي نسميه الإطفائي. تعديل السلوك إيجابي، الولد عنده إيجابيات، عنده سلوكيات، أعززها أقويها إلى غير ذلك، وهذه جزء منها يدخل في بناء العلاقة أيضا. وذاك بناء العلاقة هي التربية. أي مهارات تربوية ينبغي أن تكون بالأساس مهارات لبناء هذه العلاقة. ولك هناك ست سمات، هي ست مهارات أساسية أو سمات تميز المربي الإيجابي. السمة الأولى هي الاحترام، السمة الثانية هو الإعجاب، السمة الثالثة هو الحب لا مشروط، السمة الرابعة هو التوقع، والخامسة هي الصداقة، والسادسة هي التوازن. فإذن ست مهارات، ست سمات، وهذه السمات الستة بين قوسين أنا استقيتها من أربع صفات ميزت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التربية. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا العظيم ربى جيلا فريدا، وكانت عنده أربع صفات تميزك بربي. وهذه الصفات الأربعة هي صفات مناط الاقتداء في حياتنا نحن كمربين. الصفة الأولى رؤوف، رحيم، حليم، حكيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم وحليم وحكيم، هذه الصفات المربي الذي رب جيلا فريدا. من هذه الصفات الأربعة استخرجت منها سمات ستة لهي سمات المربي الإيجابي، وكل سمة تدخل في واحدة من الصفات. مثلا الحب غير المفروض تدخل في الرحمة، كان بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى غير ذلك. التوقع توازن تدخل في الحكمة، الصداقة تدخل في الحلم إلى غير ذلك. فسنرى واحدة واحدة. ممتاز، ماشي كلكم، ماشي عشر يمكن. ممتاز. خمس سؤال النساء، النساء المتزوجات، من فيكن تحترم زوجها؟ كلكم. يصعب يصعب علي إيجاد امرأة واحدة تحترم زوجها. يصعب يصعب.
علي أن أجد رجلا واحدا ينثب لامرأته. فالرجال لا ينثبون والنساء لا يحترمن الأزواج. وفعلا هذه معضلة كبيرة. ولو استطعنا إيجاد امرأة تحترم زوجها فقد أوجدنا 50% من الاستقرار الزواجي ومن السعادة الزوجية. وذاك يصعب. من فيكم تحترم زوجها هنا؟ رفعت يدها قالت أنت؟ وأنت؟ ممتاز. ممكن سأل سؤال، ما هو دليلك أنك تحترمين زوجك؟ كيف عرفتي؟ اشرحي لي أنا، أنا وين أنا أعرف أنك أنت امرأة ما شاء الله تحترم زوجها؟ لا ما استقصيش، هو سألك أنت. سألك أنت كيف أنك تحترمينها؟ لا شنو معنى أنت كتحترمينها؟ مزيان نسمع نسمع. أنت قلتي كتحترمي زوجك، ما هو الدليل؟ شنو الشيء اللي تفعلينه يعني أنك تحترمينه؟ أنت تقدرينه، والتقدير ليس هو الاحترام. إذا تقدرينه ماشي تحترمينه. شكون بعد؟ لتحترم زوجها تقول لي شنو الدليل؟ أنت ممتاز، تقول لنا كيفاش تحترمي زوجك؟ ممتاز، أنت عارفة. تتقبلي كلمة ما بغيتيش تغيري. ممتاز. كم رأى هنا يعني هي تحب زوجها وتقدره ولكن تتمنى لو يتحسن ويكون أفضل. إذا كلكم نرفع يديكم لا تحترمون أزواجكم. لاحظوا المرأة بحكم أن المرأة وفية جدا في العلاقات، والمرأة أوفى من الرجل في العلاقات. المرأة وفية في العلاقات وحرصا على هذا الوفاء، هي لا تستبدل زوجها بأي رجل في الدنيا، ولكن تقول لو تحسن لو تغير لو ترك لو غير عاداته لو كذا يكون أفضل، وتسعى إلى تغييره فتفقد قدرتها على احترامه وتبدأ المشاكل من هنا. وذلك يصعب إيجاد امرأة فعلا تحترم زوجها. ولما تتبعت سير الشخصيات كلها في التاريخ لم أجد إلا امرأة واحدة احترمت زوجها، هي خديجة. خديجة فقط، كانت خديجة ما شاء الله. خديجة يعني خديجة رضي الله عنها بالنسبة إلي المرأة الوحيدة التي احترمت زوجها. والسؤال عندكم شي شخصية أخرى تقولوا هذه احترمت زوجها بعد؟ مرة واحدة يقول لي آسيا. يا أخي آسيا أنت زوجة فرعون، كيف تحترمه؟ كيف تحترمه أصلا تبرعت منه أصلا آسيا. قول لي واحدة احترمت زوجها غير خديجة فقط. قول واحدة قول لي واحدة فقط. لا تجدون. عائشة رضي الله عنها وباقي أمهات المؤمنين بغاو يغيروا النبي صلى الله عليه وسلم، وتحالفنا وعملوا نقابة وعملوا اعتصام وعملوا حصار. صعب في بعض مواقفنا وعملوا حصار وقالوا نريدك تزيد النفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش حياة الفقراء وهو الغني، ولم يكن في جزء أغنى منهم، وكان غنيا لدرجة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولكنه بالمقابل اختار أن يعيش حياة الفقراء. مما اختاره أن بيته لا يضرم فيه نار يعني 3 أشهر، القمر تلو القمر يكتمل، بمعنى لا لحمة ولا مرق ولا طبخ ولا أي شيء 3 أشهر. فأمهات المؤمنين أردنا أن يغيرنا، وفي الأخير ماذا قال لهم؟ أنا هكذا، تقبلني كما أنا مرحبا، ما تقبلني أسرح كنا صراحة جميلة. اقرأوها القصة. بمعنى يصعب إيجاد، لازم المرأة تبذل جهد كبير حتى تقبل زوجها كما هو. لا يوجد رجل كامل كما لا توجد امرأة كاملة. إذا اقبلي كما هو. الآن ننتقل للطفل. احترام الطفل تعني أن تقبل ابنك كما هو. سؤال، كم واحد فيكم يقبل ابنه كما هو؟ جيتوا كتخافوا شوية، ها؟ تقبلوا كما هو ممتاز. أختبركم، ها؟ أنا تخصص الاختبارات.
مثل ما اختبرت المربين ثلاثة نختبركم. ممتاز. إذا أنت تقبل ابنك كما هو تعني أنك تفصل بين السلوك وبين الابن. سؤال، أنتم تفصلون بين أبنائك وبين سلوكهم؟ سؤال آخر، أنتم تكرهون السلوك السلبي ولا تكرهون الابن؟ إذا صدر من ابنك سلوكا سلبيا تكره السلوك ولا تكره الابن؟ سلوك لا تكرهون الابن؟ إذا أنتم تكرهون السلوك ولا الابن؟ سلوك. ممتاز. ابنك عندك مزهرية شارين هذه 20,000 درهم أو أهديت له في أحد المناسبات، ومزهرية غالية وتراثية وما شاء الله تعد من ثروة البيت، وجاء ابنك 4 سنوات وبدأ يلعب بها ثم كسرها. حين السؤال، تكرهون الابن ولا التكسير المزهرية؟ الابن ولا تكره السلوك؟ ماشي الابن. تكسير. ممتع. والابن تحبونه. ممتع. انتم تحبون الابن وتكرهون تكسير، ولانكم تحبون ابنكم لما رأيتم هذا الموقف تكسير المزهرية جئتم الى الابن الذي تحبون مبتسمين فاتحين الذراعين تضمونه، تعال حبيبي بالحضن وانا احبك وانت حبيبي فللت كبيدي، وتنسى المثالية بعد يوم يومين تقول شو حبيبي انا احبك ولكن سلوك تكسير المثالية هو الذي ازعجني، ولكن انت حبيبي. ام انكم تغضبون وتكشرون وتعبثون وتصرخون بصوت حاد في وجه الطفل؟ ما الذي يحدث؟ توجهون الصوت الحاد للطفل، بمعنى لم تستطيعوا الفصل بين الطفل وبين سلوكه. إلى أن يستطيع الأب والأم فصلا بين السلوك وبين الطفل لم يصل إلى السمة الأولى وهي احترام الطفل. مثلا أجيبوني بصراحة. كم واحد فيكم منزعج من صوت الأطفال اللي يبكوا الآن؟ تقولوا بصراحة. ها واحدة اللي منزعجة، 2 3 4 منزعجين، واللي بجنب الطفل يبكي. السؤال، لماذا تنزعجون من الطفل؟ سؤال بسيط، لماذا تنزعجون؟ تشويش. والسؤال، لماذا تسمعون أحدهم يتكلم مع موسيقى تصويرية خلفية وتستانسون وتستمتعون؟ والسؤال، لماذا تسمعون أغاني أو تسمعون أناشيد إسلامية بصوت عالي ولا تزعجكم؟ وما الفرق بين الأغاني والأناشيد ومن صوت الأطفال؟ أنا بالنسبة إلي أنزعج من صوت الأغاني ومن الأناشيد، كلاهما يزعجني ولا أحبهما، لا سيما الأناشيد تجيب لي الكآبة، لا أحبها أيا كانت الأناشيد، لكن صوت الأطفال يا الله يجيب لي السكينة والهدوء، وبكاءهم يعطيني قوة التركيز ولا أضيع. عكس أفكار ما شاء الله تتقادف أمامي إذا سمعت 20-30 طفل يبكي. وصوت الأطفال أجمل بالنسبة لي من صوت هيفاء عصام. ممتاز. إذن فصل السلوك عن الابن، تعذروا. إذا ابنك عمل سلوك سلبي قل أنا ما أكره ابني، أنا أحب ابني، هذا السلوك الذي أزعجني ولكن ابني حبيبي. تعلموا تدرّوا إلى أن تصل درجة أنكم لا تنزعجون من شخصية الابن. قد أنزعج من صوت، من سلوك إلى غير ذلك، ولكن ليس من الطفل. نبي الله لوط لما تكلم عن سلوك قومه وهو أسوأ قوم عرفته البشرية لم يقل لهم إني لكم قال أو كاره، إنما قال إني لعملكم. من قال لي؟ ليس لكم أنتم. فإذا عندي مشكل بين السلوك وبين الابن. كلما ربطت بين السلوك والابن كلما تأخذ العزة بهذا السلوك ويصبح متشبث به أكثر. أمر ثالث، الاحترام، أن تعامل الطفل بما يحب هو أن يعامل. وذا كان من الخطأ في التفكير
والخطأ في التعامل البشري أن يقال عامل الناس مثل ما تحب أنت أن تعامل. هذا خلل. الناس لا تحتاج أن تعاملها مثل ما أنت تحب أن تعامل. الناس تعامل مثل ما يحبون هم أن يعاملوا. ولك هذا الرقي هو اللي كان يتمتع به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ماذا قال للناس أهل مكة؟ قال لأهل مكة: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل إلى الكعبة فهو آمن، ومن دخل بيت أبا سفيان فهو آمن. فالصحابة مستغربون: يا رسول الله، لماذا دخل البيت آمن وفي الكعبة آمن، ولماذا بيت أبا سفيان؟ قال: إنه رجل يحب الفخر. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب الفخر، ولكن لم يعامل أبا سفيان باعتباره يحب الفخر، عامله باعتباره هو يحب الفخر. بالنسبة للأطفال، عامل الطفل مثل ما يحب أن يعامله هو باعتباره الطفل. فالطفل ليس مثلي ومثلكم وحجمه صغير. الطفل حجمه صغير وشخصيته صغيرة، وطفل يعيش طفولته، وطبيعي أنه يتحرك ويجري ويركض ويبكي ويزعجنا وغير ذلك، فطبيعي. إذن عامل الطفل وتذكر أنه ابنك صغير وهو طفل يعيش طفولته. هذا الجزء الأهم من الاحترام. تقبل ابنك كما هو، افصل بينه وبين السلوكين. الاحترام: عامل ابنك باعتباره السيد ابني. وكلمة السيد عند العرب كانت تعني السيد المولى، كانت تعني الشخص الذي يقدر ويحترم. ولذلك ينبغي أن يعامل الطفل باعتباره السيد ابني، وليس باعتباره صغير لا يفهم أو جاهل أو بذر أو غير ذلك. بفضل الله أن اللهجة المغربية في هذا المضمون، اللهجة المغربية تتميز بهذا المضمون الإيجابي. فالطفل يسمى الدري، جاءت من الدرر، الدراري تعني درر، وهذا شيء جميل، لهجة مغربية جميلة جدا. بينما في دول في المشرق الطفل يسمى الجاهل أو البذر، في تونس يسمى صغير. لو واحد تونسي: كم ابن عندك؟ وعندي سبعة صغار، كلهم صغار، حتى لو كان عمره 22 سنة يسميه صغير. لكن اللهجة المغربية فيها هذه الجماليات، فيها البصير، وفيها تطيب الأكل، وفيها كيف حالك مع الخفة، كل يوم يقول المرأة الحامل، وفيها الروضة. هذه كلها مصطلحات جميلة عند المغاربة. إذن عامل ابنك باعتباره السيد ابني، هذا الاحترام. اثنين: الإعجاب. المهارة الثانية أن تعجب. والإعجاب بين قوسين أكبر تأثير يمكن أن يؤثر به الأب والأم على سلوك الأبناء هو الإعجاب. والإعجاب عنده أكثر من مفهوم. يغرس احترام الذات واحترام الوالد. عندما يعجب بك ابنك يحترمك ابنك ويقدرك. وخذوها قاعدة أخواتي إخواني: المربي الذي يفقد احترام ذاته أو يفقد مروءته لا يمكن أن يكون مربيا. والعرب قديما دونوا وصنفوا مئات الصفحات حول خوارم المروءة ولوازم مروءة معلم الصبيان. معلم الصبيان أي واحد يربي عليه أن يترك أشياء كثيرة، وسأتحدث عن هذه الأشياء التي تدمر الإعجاب أبنائنا بنا. إذا كما هو الإعجاب؟ الإعجاب يقوي العلاقة بين المربي والابن. معنى الإعجاب، الإعجاب أخواتي إخواني له مفهومان. المفهوم الأول: أن تنال، أن يعجب بك ابنك، أن تنال إعجاب الابن بك، بمعنى ابنك ينبغي أن يعجب بك. والسؤال قبل ما أتكلم عن ابني يعجب بي، ما هي الأشياء التي لو مارسها المربي يفقد مهارة أو القدرة على نيل إعجاب الأبناء؟ طيب، هل أخطر على الإطلاق التي تحدث عنها لقمان وهو يحدث ابنه ويعلمه المروءة عندما قال له: واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات هو صوت الصراخ، بمعنى الذي يصرخ في وجه أبنائه لا يمكن أن يعجب به أبناؤه، لأن الصراخ من خوارم المروءة. إنسان لغاية يصرخ على الناس
كل شيء تطلبه في الصراخ وكل شيء بالتهديد يفقد مروءته، يفقد كرامته، وبالتالي أبناؤنا لن يعجبوا بأب أو أم يصرخان في وجه الأبناء. هذه أسوأهم، الأب الذي طول وقته أو الأم التهديد والعقاب والضرب والنقد واللوم والسخرية والمقارنة والتسلط وعدم الإنصاف والتعميمات السلبية. ابن قام سلوك واحد سلبي تعممه كله عليه، غبي، شيطان، إلى غير ذلك. هذه التعميمات كلها تعاكس الإعجاب، بمعنى من يمارس هذه الأساليب يستحيل أن ينال إعجاب أبنائه به. والسؤال، ماذا تعني أن تكون قدوة لأبنائك؟ وأن لما تتبعت مفهوم القدوة في تراثنا الإسلامي وتراث سلفنا الصالح عموما ما كتب فيه، وأنا باعتباري هذا تخصصي في التربية، وجدت أنهم بعيدين كل البعد عن حقيقة القدوة. كلهم يقولون قبل أن تدعو ابنك للصلاة عليك أن تكون مصليا. السؤال، ممكن تكون مصلي قواما صواما ذاكرا لله تذكر الله 24 ساعة وابنك يكره الذكر ويكره الصلاة؟ لا يكفي أن تكون مصليا ليقتدي بك أبناؤك أبدا، وإنما القدوة ثلاث خطوات. الخطوة الأولى حتى تكون قدوة لأبنائك أن تنال إعجاب أبنائك بك، فإذا أعجب بك أبناؤك أحبوك حب المعجب، وإذا أحبك أبناؤك حب الإعجاب قلدوك، وإذا بدأوا تقليدك اتخذوك قدوة. إذن ما هي القدوة؟ هي إعجاب ثم حب ثم تقليد. هل عندكم في مكناس بعض الشباب عندهم قصات شعر غريبة يحطوا هذه هنا طالعة وهنا ممر آمن بين هذه وهذه وغير الأمور؟ سؤال، تذكرون قبل ماذا قلت لكم؟ هذا السلوك اللي أنتم شفتوه ليس مشكل، هو عرض. أين مشكل؟ أين المشكل؟ لو رأيتم لا تقولوا شوفوا هذا الإبن ماذا يفعل، أنا عندي مشكل ابني حط هذه القصة. ليست مشكلة، هذا ابن بالفطرة يحتاج أن يقلد، يحتاج أن يبحث عن شخص يعجب به، ولأنه لم يجد مجالا للإعجاب في محيطه وأسرته وبيئته بحث في البيئة الأكبر، فوجد مطربا مغنيا لاعب كرة قدم أيا كان فأعجب به وحب حب المعجب وبدأ يقتني صورة ثم قلده. ومعركتنا التربوية ما هي؟ هي أن تنال إعجاب ابنك بك أنت فيقلدك أنت. لاحظوا الإعجاب، هذا هو التحدي الأكبر. السؤال، هل نحن هناك حب فطرة؟ كلنا نتكلم فيما بعد، كلنا نحب أبناءنا وأبناءنا يحبوننا، ولكن إحنا لا نريد أبناءنا يحبون حب الفطرة، حب الأبوة والأمومة، نريد أبناءنا يحبوننا حب المعجب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها بلا استثناء تحب محمد لأنه هو رمز الأمة، ولكن السؤال، هل كل الأمة تحب نبيها الحب الحقيقي حب المحب ولا الحب الفطري؟ حب الفطري لا يزيد ولا ينقص، فطري أساس، ولكن الذي يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هي علامات حبه؟ تقليده، اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله اتبعوه في سنته، في سلوكه، في خلقه، في أدبه، في تعاملهم، في خيريته التي نال بها هذه الأمة، خيركم خيركم لآله، خيركم أنفعهم أنفعكم للناس. هذا هو الاتباع الحقيقي. إذن أول شيء أن تنال إعجاب أبنائك بك، تخلص من مدمرات الإعجاب، وهي الصراخ والنقد واللوم والسخرية والتهديد. لاحظوا حتى كثرة النصح وكثرة التوجيه، الآباء والأمهات يعطوا أبنائهم 3 ساعات في اليوم نصح وتوجيه لن يعجب بهم أبنائهم. إذا كان ولا بد من نصيحة للأبناء فنصف دقيقة كافية في اليوم، أو خلوا دقيقتين نصف الأسبوع كافية من خطبة الجمعة، ولا خطبة الجمعة في مكناس كم؟ 20 دقيقة طويلة. يا خطبة الجمعة دقيقتين ونصف، حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تتجاوز 2.5 دقيقة.
لا احنا في المغرب غير الاذان فايت خطبه الجمعه ثلاث مرات. اي فعلا خطبه اي احنا عندنا الاذان ما شاء الله طويل وكذا يجيب الناس وهذا شيء ايجابي. فخطبه الجمعه يجب ان تكون قصيره جدا. اطول خطبه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي لا خطبه الجمعه هي سوره قاف. اطول خطبه يعني طويله جدا قرأ سوره قاف هذه اطول خطبه اطول خطبه. وذلك خطبه الجمعه كانت وجيزه حتى النصح النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقولون عنه في نصحه ووعظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه السامه. معنى يتخولنا بين الفينه والاخرى يعطينا موعظه مخافه السامه. اذا كان الصحابه وهم اطيب القلوب بعد الانبياء والرسل يخاف عليهم من السامه فماذا نقول لابنائنا؟ وانا تتبعت يعني الامهات بالدرجه الاولى عدد ساعات الدروس يوميا وجدت اقل ام عندنا في العالم العربي ثلاث ساعات. هذه اقل ام مسكينه لا تنصح كثيرا فقط ثلاث ساعات قبل ما يفتح عيونه تبدا النصائح والتوجيهات. افتح عيونه الله تمسحهم مسكين توجيهات ونصائح تغسل توجيهات تفطر توجيهات اذا يعني ينام ثلاث ساعات. اذا عرفنا الاب تا هو شي بركه والمدرسين نجد ان الابن يستقبل خمس ساعات من النصح والتوجيه. ولذلك الأبناء إذا وصلوا سن الفتوة أو المراهقة ينغلقون. ولذلك يصعب إيجاد ابن منفتح على والديه في سن المراهقة. إذا الآب والأم سألوه كيف مر في المدرسة؟ يجيب جملة واحدة صغيرة جدا. كلها إدغام، عارف الإدغام. كلها الحروف مدغومة بعض البعض. مدرسة، الحمد لله، ما يقولش الحمد لله، الحمد لله. من الحاء إلى الدال، الحمد لله. وكذا. هكذا. أو ممكن بإشارة واحدة، لكن الابن يجي وينفتح عليك ويفتح آفاق ويبدأ يسأل ويبدأ يطرح سؤال ويفتح وحوار يصعب. هذا سببه بالأساس كثرة النصح والتوجيه والمبالغة في الوعظ. إذا أول شيء هذا الشيء الأول، الشيء الثاني رقيك أن تكون راقي في التعامل مع الابن، إذا اترك المدمرات وكن راقي في حسن ابنك. إذا المربي الإيجابي يعبر عن إعجابه بأبنائه. وهذا الإعجاب فيه أكثر من مجال. ما هو الإعجاب؟ أول شيء إعجابي بأبنائي. إذا كيف تنال إعجاب ابنك وابنك؟ توقف على المدمرات اللي قلناها الصراخ وغيره. اثنين كن راقيا من الرقي في حسن المعاملة. كن طيبا رؤوفا رحيما بأبنائك. اثنين كيف تعبر عن إعجابك؟ أول شيء في التعبير أنك لا بد أن تبلغ أبنائك أنك سعيد لوجود أبنائك في حياتك وأن واحدة من أعظم النعم لله أعطاك إياها بعد الهداية والإسلام هو أبنائك. بينما أغلب الآباء والأمهات يبصوا رسالة أبنائهم أنتم ثقلون علينا أنتم رفعتم ضغطنا أنتم سببتوا لنا أمراض. إحدى الأمهات جاتني في مدينة جدة جايبة أبنائها ثلاثة وتقول دكتور هذو أبنائي ويحبوك وكذا وبدأت تتكلم عنهم ثم قالت هكذا شوف دكتور هذو الأبناء يا دكتور جابوا لي مرض السكري والضغط. والأبناء ساكتين وتغيرت ملامح وجههم. قالت شوفي أختي أنا تقريبا أعرفك من تسع سنوات من أول دورة حضرت أنت وزوجك وكنت تسألين من ذاك الوقت أنا أعرفك تسع سنوات. أنت متى جاك مرض السكري؟ قالت من سنتين والضغط. أنا أعرفك وحتى لما حضرت معي برنامج الاكتئاب والقلق والتغلب عليهم أنت كان المفروض يجيك السكري والضغط من ست سنوات من ثمان سنوات ولكن أبنائك أخروا ست سنوات. لولا أبنائك لكنت أصبت بالسكر والضغط من ثمان سنوات. وابتلت ينام بالأبناء أبناء يعطون الحياة معنى. أبناء يعطون متعة في هذه الدنيا. أبناء يعطون معنى للقيمة التي يعيش من أجلها الإنسان بعد العبادة وغيرها. فأول ما قلت أبنائها ما شاء الله ابتسموا. واحد فيهم أعتقد يا الوسطي الصغير يقول لي دكتور مصطفى إحنا ما لنا علاقة مرض أمي أبدا أصلا أنتم اللي أخرتم المرض. السؤال أنتم تعبير عن الإعجاب أنا سعيد لوجودكم في حياتي وجودكم متعة في حياتي. هذا أول شيء. اثنين أنني أمدح ابني في سلوكياته ما شاء الله
أنت ابن مؤدب وحارس على العلم، يعني صف له بعض الصفات. ما عرف تخر، أعطاني الله ابن مؤدب مثلك وحارس على العلم والتعلم ويحب دراسته. امدحوا أيضا المحاولات، إذا ابنك حاول حتى لو فشل امدحهم وافتخر بهم، هذا نسميه المدح. كن جاهز للمدح، على الأقل 5 مرات تمدحون أبنائكم، 5 مرات في اليوم. إذا أقل من 5 أنتم بخلاء، فوق 5 يزيد الكرم، زيد الكريم يزيد. 5 مرات على الأقل تمدحون سلوكيات، و5 مرات تمدحون شكلهم الخارجي، عيونك، ابتسامتك، شعرك، أناقتك، لباسك، ما شاء الله. هكذا رؤيتنا كمسلمين أن مدح الشكل جزء من رفع معنويات الإنسان. سؤال، من فيكم يمدح شكله؟ فيكم شي واحد عن النساء رجال تعرف يمدح شكله؟ والو، نسيتوا السنة. ما ألا تقفون عن مرآة كل يوم اللهم كما حسنت خلق فحسن؟ هذا هو المدح، أنت تشكر وتعتز وتمتن أن الله حسن خلقك، فالله أحسن كل شيء خلقه. إذن امدحوا أبناءكم، كن جاهزين. وذاك الأب الإطفائي والمروض، أم الإطفائي المروضة، جاهز دائما ولكن ليس للمدح، جاهز كرادار يضبط المخالفات. من فيكم يحب الرادار التي يضبط المخالفات؟ لا أحد يضبط، لا أحد يحبها أبدا. لديك بعض الآباء وبعض الأمهات دورهم رادار، بس جالسين يتجسسون، ضبطتك وأنت تخطئ، بينما دور الأب المربي الإيجابي يضبط أبناءه إذا أحسنوا صنعا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط أصحابه إذا أحسنوا صنعا، وكان يتقن فن التغافل مع أصحابه، لم يكن يضبطهم إذا قصروا أو أساءوا، كان يضبطهم إذا أحسنوا. ضبط بلال، تعال بلال ضبطتك، سمعت وطأ قدميك في الجنة، ماذا تفعل؟ تعال يا فلان ضبطتك، الله عز وجل رضي عن صنيعك أنت وزوجك أمس مع ضيفك، ضبط. هكذا كان يضبطهم، لم يكن عنده رادار يضبط المخالفين. كثير من الآباء والأمهات عندهم جهوزية لضبط المخالفات. وذاك التربية فن التغافل، تغافلوا عن سلوكيات أبناء التي تزعجكم، ولكن اضبطوهم إذا أحسنوا صنعا، وكن جاهزا للمدح. ركز على التشجيع، شجعوهم على أن يفعلوا شيء لا يفعلونه، شجعوهم بمعنى اعترفوا بالإنجازات مهما كانت صغيرة. تشجيع، شجعوا أن يتحسن باستمرار أي إنجاز مهما كان صغير. وتعرفون الإنجاز في تراثنا الإسلامي، في ديننا الإسلامي، الإنجاز مفهومه يختلف عن الإنجاز عند الغرب. الإنجاز عند الفكر الغربي يصيب أصحابه بالإحباط، وذلك نسبة الاكتئاب ترتفع بسبب غير موضوعي لكن مرتبط بالإنجاز. الغرب عندهم الإنجاز هي الحصيلة الكبرى النهائية، بينما في الإسلام مفهوم الإنجاز مريح جدا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طرد. شو ما معناها؟ معناها أن كل واحد فيكم قبل ما ينام يجلس يحاسب نفسه، يقول أنا اليوم تقريبا كم مرة ابتسمت؟ والله يمكن فوق 50 مرة، ما شاء الله، هذا 50 إنجاز. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. شوفوا الوصف، هي مجرد كلمتين. خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل. كذلك أبناؤكم الإنجاز، إذا قال بسم الله إنجاز عظيم، ابتسم إنجاز، قبل رأسك إنجاز، حل واجبات إنجاز، صلى صلاة واحدة تعد إنجاز. إذا ابنك 4 صلوات لم يصلي، صلى واحدة تعد إنجاز. شجعه، حبيبي أنا فخور بك، أنا شفتك اليوم تصلي صلاة العصر. لا تقول لي أنا اليوم ضبطتك لم تصلي الصلاة الأربعة، هذا بالمقلوب، هذا يحبط المعنوية. ها صلاة واحدة تكفي. وبعدها من التشجيع يصلي العصر، بده يصلي المغرب، يا الله ابني ما شاء الله يصلي العصر والمغرب تبارك الرحمن. وبعد 3-4 أشهر يزيد العشاء، وبعدها يزيد الظهر، واخر شيء يوصل الى الفجر، نعمة. واحد يقول لي انا انتظر فقط ابني يوصل 10 سنوات حتى ابدا اعاقبه واضربه بالعصا اذا ما صلى الفجر.
بس ينتظر 10 سنوات ويقول أنا أطبق السنة. يا أخي طبق السنة هي تشجع من 7 سنوات، تشجع على نصف صلاة، على صلاة واحدة ثم صلاتين ثم ثلاثة، عندك 3 سنوات تشجيع، هذا هو التشجيع. إذا كان صغير وصام ما شاء الله من الفجر إلى الساعة الثامنة، ما شاء الله ابني ما شاء الله إلى الساعة الثامنة صباحا، أنا مش مسألة، وبعد إلى الساعة التاسعة رائع، وإذا ما شاء الله إلى صلاة الظهر ما شاء الله احتفلوا به، هذا هو التشجيع. ولكن هذا هو التشجيع، ليس الحصيلة النهائية إما أن يصلي 5 صلوات أو أنه لا يصلي، لا لا، صلاة واحدة تكفي، واثنين ما شاء الله تدخل خيرين، إلى أن يصل ابنك قبل أن يبلغ سن التكليف يكون قد ضبط الصلوات 5. هذا التشجيع. يدرس إن شاء الله يدرس 10 دقائق، أنا فخور بك، 10 دقائق، بعد أسبوع 15 دقيقة ما شاء الله، بعدها 20 دقيقة، هذا هو التشجيع، هو التركيز على الإنجازات البسيطة جدا. هذا المشهد الصوت ما كاينش، ولكن شوفوا بنت فرحانة جايبة النتيجة، لما نعجب بهم ونشجعهم ندعم. رقم 3، الحب غير المشروط، حب غير مشروط، لا الابتزاز عاطفي. كثير من الآباء والأمهات لا يحبون أبنائهم ولكن يبتزونهم. أحبك عندما إذا سمعت كلامي أحبك، إذا جبت النتيجة الفلانية أحبك، إذا صليت أحبك، إذا سمعت إذا كذا، هذا ليس حب. الحب لا يكون حبا إلا إذا كان حبا لا ابتزاز عاطفي ولا شرطا ولا رفضا باستجابة أو إنجاز. أحبك لأنك ابني وكفى. كم واحد هنا آباء أمهات يقول هذا الكلام بين فين الأخرى، أحبك إذا سمعت كلام، إذا صليت أنحبك، إذا درست أنحبك، وإذا جبت درجات ممتازة ونجحت أنحبك أكثر. لا، أنا أحبك لأنك ابني. وإذا كان الحب الذي يكون مشروطا بفعل أو إنجاز أو استجابة، هذا حب لا أثر له على النفوس والعواطف والوجدان، فهو حب مدمر للقيم وليس محفزا للذات الداخلية. إذن الحب غير المشروط. معنى الحب، عبر عن حبك بكلمات. كل يوم لازم تعبر عن ابنك على الأقل 10 مرات في اليوم أنك تحبه بالكلام، باللسان، باللسان تخبر أنك تحبه، باللهجات المغربية كلها، اللهجة المكناسية والفاسية والبيضاوية والطنجاوية والوجدية والأكاديرية وكل كل اللهجة، وزيدوا عليها حتى اللهجة المصرية والشامية. أهم شيء توصل لابنك أنك تحبه 10 مرات في اليوم. إذا قلتم 9 فأنتم بخلاء، 9 لا تجوز، 10 فما فوق، فما فوق مقبولة. أبناؤنا يحبون أن يسمعوا كلمة أحبك، والأذن تحب أن تسمع كلمة أنا أحبك. فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أحب فلان، هل قال ما شاء الله تبارك الرحمن من يقول له؟ قال هل أخبرته؟ قال لا. قال أذهب، اذهب إليه وأخبره، لازم تخبره. مرة إحنا النساء المتزوجة تسأل زوجها، زوجي تتحبني تحبني؟ قال من 30 سنة لما تزوجت قلت لك أحبك، إذا حدث أي تغيير نخبرك. مرة تحب تسمعها كل يوم، كل يوم تحب تسمع 5 مرات 10 مرات أنك تحبها. والرجل أيضا إلى غير ذلك، أبناؤنا يحتاجون يسمعوا هذه الكلمات قبل النوم وبعد النوم وقبل الأكل وبعد الأكل، وحتى هو نائم جيل الأذن يقول لي أحبك إلى غير ذلك كلمات. ثم حب الأبناء بالقرب. الحب ليس شعور فقط، هو شعور ينطق به اللسان ويتحول إلى سلوكيات، مثل الإيمان. الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. فإذا تحب أبنائك تحتاج إلى القرب منهم. ما القرب؟ ما هو القرب؟ نحتاج يوميا 5 مواضع للمسات يوميا، لازم تلمسون أبنائكم في 5 مواضع كل يوم، مرة مرتين ثلاثة في نصف الموضع، المهم أنتم وكرمكم، أقلها أدناها مرة واحدة. اللمسة الأولى تمسحون على مؤخرة رأس الطفل. جاء رجل يشكو قسوة قلبي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله قلبي قاسي، لا أجد خشوعا ولا أثر للذكر ولا للقرآن ولا للصلاة ولا أي شيء، يعني يشكو قسوة قلبه. تخيلوا
بماذا نصحه النبي صلى الله عليه وسلم ليلين قلبه؟ قال امسح رأس يتيم وأطعم يتيم. بمعنى لما تمسح على رأس اليتيم أو تطعم اليتيم يرق قلبك. فالسؤال هذا اليتيم، لكن ماذا لو كنت تمسح رأس ابنك وابنك أولى أنك تحاسب عليه يوم القيامة وابنك جزء منك إلى غير ذلك. إذن المسح على مؤخرة الرأس لمدة 5 ثواني هكذا. اللمسة الأولى والله تعملون 5-6 مرات كيفكم. اللمسة الثانية تحط يدك على هكذا الرأس، هذه لمسة الفخر، أنت حبيبي ابني تاج رأسي، أنت مفخرة لي في حياتي، أشكر ربي اللي أعطاني الله ابني من ابن مثلك. هكذا مو تقول أي كلام طيب. اللمسة الثالثة لمسة السكينة والهدوء، وهذا يفضل والابن مستلقيا للنوم، تحط يدك هنا ولا بأس تقرأ معها سورة الإخلاص، المعوذتين، دعاء في الاستغفار، أي شيء آخر تضيفونه، لكن لمسة في حد ذاتها هذه لمسة السكينة ولمسة التشافي ولمسة يعني تخلص من التوتر. وكان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع، لسمع اللي مريض اللي عنده حمى إلى غير ذلك، كان يحط يضع هنا ويقول لا بأس طهور إن شاء الله. هذه لمسة الهدوء والسكينة. اللمسة الرابعة لمسة الاستقبال والتوديع، تستقبل وتودع بلمسة، تفتح يديك وتضع على الخدين هنا، هذه لمسة الشوق. واللمسة الخامسة تتشابك أيديكما هكذا، تشبك يديك، تمسك يدي طفل ابنك. هذه تأخذ وانت معاه في السيارة، وانت جالس بجنبة تشوفوا التلفزيون، جالسين تشربون شاي، جالسين تتحاوران، امسك يده. هذه المسكة اليد، هذه 5 لمسات يوميا. تعيدونني بالتطبيق؟ تعيدوننا. وانا اتمنى الابناء، المهم عندي الابناء يسمعونا باش يذكروا اباء، بابا المصروف اليوم ناقص، باقي ما مسحتي ما حطيت يدك، يذكرونكم. مرة كنت في مجلس علمي في سلام، ماشي في سلام في الرباط، مجلس علمي هذا اللي في السوق، وكانت هذه الاخت اكرام بناني حاضره وجالسه بجنب احدى الامهات وبنتها. لما ختمت جاتني الاكرام وجايبه الام والبنت، تقول دكتور كل من تتكلم تقول الام كتبي كتبي كتبي. ايش قال الدكتور؟ قال على الطماط، قال لا مسافه، كتبي 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 وكذا. فاريد الابناء يذكروا الاباء هذه اللمسات. شيء اخر القبولات، 4 قبولات يوميه، 4 اماكن تريد تضيف 5 مرات في كل مكان كيف، لكن اقلها وادناها مره واحده. القبله الاولى قبله الراس، والقبلة الثانية قبلة الجبين، والقبلة الثالثة قبلة الخدين، والقبلة الرابعة قبلة اليدين. قبل يدي ابنك وهو يقبل يدك. إياك تعتقدون أن فيها مهانة، فيها حب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه في القبولات قبلتين، الجبين واليد. فكان إذا رأى فاطمة رضي الله عنه تقدم نحوها وفتح ذراعيها وضمها إلى صدره وقبلها بين حاجبيه هنا، ثم يجلس عن يمينه ويتكلم معها ويفتح معها حوار، ماسك يدها يمسك يدها، وبالفئة الأخرى واحد يوم يبادر، إما هي تجر وتقبل يدها أو يجر يقبل يدها. وهي سيدة المرسلين، وهي سيدة النساء، وهو سيد المرسلين. إذا غلق هذه القبولات 4. إذن عندنا القرب، وعندنا التعبير عن الحب بالصداقة، وسأتكلم عن هذه وحدي لأنها مهمة. ثم الضمات، إذن اللمسات والقبولات والضمات. أولادنا يحتاجون يوميا إلى حتى يعيشون بالأكل والشرب، يحتاجون 4 ضمات يوميا، 4 ضمات مثل ما يحتاجون إلى، لا هذه لا خليها بعدين، يحتاجون في الضمات إلى 4 ضمات يوميا للمعيشة حتى يعيش مثل الأكل والشرب. وتوي ضمات للصيانة، الصيانة تأخذون السيارات كل 10,000 كيلومتر للصيانة حتى تحافظون عليها. كذلك هذا الإنسان اللي أعطاكم الله هو وجدان وانفعالات وروح وجسد، يحتاج إلى صيانة هذه المكونات. وذلك هذه المكونات إذا لم يصونها الآباء
هل تعرفون بعض الرجال ولا بعض النساء الحين في الأربعينيات من أعمار الخمسينيات ممكن يموت وما يقول كلمة طيبة، ما يقول أعتذر، ما يقول آسف، ما يقول أحبك. في ناس أنا أذكر جاءني رجل يشتكي، أنا دكتور عندي مشكلة مع زوجتي ولا أدري ماذا أفعل، أطلقها ولا أخلي على ذمتي وأتزوج عليها؟ تشوف يا أخي، أنا لا أنا متخصص تعدد الزوجات ولا أخطأ، أنا تخصص استقرار زواجي. قول لي شنو مشكلتك مع زوجتك وأنا ممكن أساعدك، لكن تقول لي حل طلاق ولا تزوج عليها لا هذا ولا ذلك. قول لي شنو مشكلة، فبدأت يقول لي مشكلة زوجتك. وإحنا عندنا في نسميها المهارات اللغوية في الاستشارات، أنا ممكن واحد يبدأ أسأله 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 وفي الأخير نختم خلاص خلصنا الجلسة، بس أسئلة ما نعطي ولا شيء. مثل واحدة جاتني دكتور أنا عندي مشكلة مع زوجي لا يحبني، سارة هذه أخت من سلطنة عمان، زوجي لا يحبني. كيف عرفت أنه لا يحبه؟ لأنه عندي صديقة عملت حفل زواج ورفض أن يخليني أحضر الحفل. لماذا رفض؟ لأن الحفل فندق. ولماذا هو رفض الفندق؟ لأنه يقول الفندق فيه كاميرات. وشنو مشكلة الكاميرات؟ كاميرا تصور. وشنو مشكلة التصوير؟ ومشكلة دكتور لما نروح النساء مع بعضنا البعض يعني ما بدون حجاب ونرقص وكذا ولا يريدوني أن أصور وأنا في هذا الحال. ولماذا لا يريدك أنك تصورين وشوف بعض الرجال؟ لأنه يغار علي. وعلاش يغار عليك؟ تحبني. شكرا. ما هي في مرة لا يحبوني، قول أخي اطلع يحبها، يحبها وغار عليها وكذا. فهذا الرجل نفس الشيء بدا يقول لي مشكلة في أمه على زوجته 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 زوجته، وأنا أسأله أسأله أسأله، وبعدين ابتسم ابتسامة غير بريئة وشافني مبتسم ابتسامة غير بريئة وبدون مناسبة، قال لي يا دكتور يعني أنا المشكل فيا؟ أنت المشكل فيك؟ قال لي معقولة؟ قلت لي معقولة؟ وزوجتك يا الله أعطاك الله زوجة ملاك، فين تلقى حالة الزوجة؟ لو طفت الدنيا كلها اللي تشمت لزوجتك لكل هذا السوء اللي أنت فيك، يا الله دارت هذا السلوك اللي طلع منها. لو امرأة أخرى توصلك ل يعني جهنم في مصطلح آخر هناك نقوله كذا، حمد ربك يعني تقصر أنا اللي. فقال لي مصطلح يعني أنا اللي مسختها يعني أنا اللي مشكل فيها. أي نعم. إذا ما الحل؟ الحل أنا أعطيك الحل الآن. اليوم تمر على محل ورود وتشتري وردة وردتين لزوجتك بنص دينار، نص دينار 15 درهم، وتمشي وتعطيها الوردة وتقول لها حبيبتي أنا آسف، أنا اكتشفت أنني أنا اللي أسأت في حقك، فأنا أتأسف وأعتذر. يا دكتور نص دينار؟ لا 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 لا، أنا أجيب لي هدية. يا أخي اسمع كلامي، أنا المختص ماشي أنت. نص دينار وتقول لي أنا آسف؟ لا لا دكتور أشتري لها ذهب، أشتري لها ألماس، أجيب لها بوكي ورد كبير، أجيب لها كاكاو. يا أخي نص دينار وبعد أسبوع روح المحل الذهب والألماس واشتري كله وجيبه لزوجتك، بس الآن نص دينار. رفض. عارفين ماذا رفض؟ هو عنده صعوبة يقول لي آسف، فأبغى يقول لي أنا آسف يجيب لي الهدية، يلا خذي. لا يا أخي مقولش قول لي أنا آسف. فعرفت أن المسكين تحجرت مشاعره، فهو ضحية تربية تحجرت مشاعره. وإذا كنت تحتاج صيانة المشاعر لما أنتم عبروا عن حبكم لأبنائكم وأزواجكم وزوجاتكم حتى تبقى هذه المشاعر حية. إذن تمين ضمت للصيانة و12 ضمة للنمو حتى ينمو الإنسان. سؤال، أنا وأنتم إحنا بشر، الله خلقنا ماذا؟ خلقنا روحا وجسدا ومشاعر عواطف وانفعالات ونفس وعقل. إذن كل هذه الأشياء تحتاج نمو جسدي، ينمو الأكل والشرب والتغذية والأكسجين، ولكن نحتاج إلى نمو وجداني أيضا. ولكن المجموع 24 ضمة في اليوم، كل طفل 24 ضمة في اليوم، ولكن هناك فتوى شرعا لا تجوز في الضمة، جمع تقديم أو جمع تأخير ما يجوز. تقول عندك 24 ضمة تعالى 1 2 5 16 17 22، يا خلصت. لا لا، الصباح 4 على الظهر 4 5، العصر المغرب العشاء قبل النوم، توزعهم ما تجمعهم ب 24، يعطيك كل مصروف مره واحده. 24 ضمه في اليوم
سؤال دائما يقول السؤال، واللي عنده 7 أبناء 7 × 24 140 + 28 هي 168 ضمه في اليوم. ايه شنو المشكل؟ ها؟ كاين شي مشكلة عندكم؟ ها؟ إذا الأب يعني وازن السؤال، من فيكم يقول إلا مسائل والقبولات والضمات والتعبير والمال، من أين نجد الوقت؟ ما طرحتم هذا السؤال الوقت؟ أول الوقت عندي سؤالين، واحد سؤال فاضح يفضح وممكن أفضحكم كلكم الآن، ممكن أفضحكم أي واحد كنت في دولة خليجية، يا دكتور واللي عنده 7 أبناء منو نجيب الوقت؟ أين يأتي بالوقت؟ أنا أقول لكم نجيب الوقت، أول شيء ما عندكم شغل، لا أفضحكم الآن كلكم، فقلت لهم كلكم طلعوا تليفوناتكم، كلكم افتحوا الإعدادات، كلكم افتحوا مدة الاستخدام، وأتحداكم إذا واحد فيكم عنده 1.5 ساعة لتحت، أقل واحد 3 ساعات، وفعلا اللي 8 اللي 6 أقل واحدة 3 ساعات، ونفس يقول لكم اليوم حطوا فتح، عمركم شفتوا مدة الاستخدام؟ راه كاينه مدة الاستخدام هنا في التليفون، كاينه في الإعدادات، اضغطوا وشوفوا كم ساعة ياخذ منكم هذا التليفون. خاصة لكم سؤال آخر على الوقت، مرة كنت في جدة ماشي المسجد ممجد السيدة عائشة رضي الله عنها، عملت فيه دورة محاضرة انتشرت، إذا شفتوها كيف تقوي شخصيتك، كيف تحفز ابنك، لأن جالس لابس فوقية بيضاء وكذا، منتشرة جدا هذه الليلة. إيه فجاء الآخر هو إمام المسجد وخطيب المسجد، يا دكتور نسمع لك وكذا، ولكن أين نجد الوقت؟ أنت عندكم مشكلة الوقت في جدة؟ مشكلة يا دكتور كبير، أنا ما كنت أدري، خلص أنا نشوف الوقت. أنتم نفس الشيء أسألكم أهل المكناس، كم ساعة تحتاجون يومياً لجلب الماء إلى البيت؟ جيبوا الماء للبيت كم ساعة؟ ها ساعة ولا ساعتين؟ ها؟ ما عندكم شي إشكال؟ يعني غا تضغطوا كينزل الماء، يعني ما عندكم تمشيو تبحثوا على الماء، ممتاز. لما تذبحوا دجاجة تطبخون دجاجة كم ساعة تأخذ منكم تجرون وراها؟ تمسكونها تذبحونها تريشونها ما عادش تخمرونها وبعدين تطبخونها، كم وقت؟ والخبز كم يحتاج منكم تطحنون وتغربلون وتعجنون وتخمرون وبعدين تطبخون، كم وقت؟ جاهز. اذا لماذا تقول ما عندنا وقت؟ وكل شيء، لما السيد رئيس الحكومه قال كلمتين انا استغربت ردة فعل غير طبيعية من الناس، قال كلمتين بسيطتين، هاك تضغط على السير وتشعل الضوء وكتفتح وكيجي الماء، والمغاربة جاتهم غريبة جدا، سبحان الله، تعالوا وزوروا لبنان وزوروا الأردن وزوروا كثير من الدول وشوفوا هذا المعنى، إذا قال لهم إحنا دولتنا غير تضغط على السير وتشعل الضوء استغربون. فنادق 5 نجوم في بيروت لبنان كل 10 دقائق يخلي انقطع الضوء، الضوء يجيهم ساعة في اليوم، الماء ما في ماء تجيهم ساكن غير ديك البيدوات، أغلب الدول العربية، وبالتالي إذا عندك نعمة كتضغط على الساروت تشعل الضوء وكتفتح تيجي الماء، هذه نعمة من الله، هذه نعمة نشكر الله، نعمة الله على هذا البلد الطيب، هذا البلد الطيب نشكر الله عليه. 1 2 إذا غير تضغط تشعل الضوء بمعنى الحمد لله عندي وقت، وتنفتح تنزل الماء، إذا عندي وقت نخصصه لأبنائي، ماشي نخصصه متابعة المسلسلات ومتابعة هذه الأجهزة وضيع الوقت في المقاهي وضيع الوقت كذا، أبنائي أولى بهذا الوقت بمعنى هذه الأشياء. غير أقول لكم إضافة أخرى، لكن الإضافة المفروض أبنائكم لا يسمعونها، أخاف أن أبنائكم يبتزون بالمعلومة اللي أقول لكم الآن، فكل أبناء هنا سدوا عيونهم باش ما تسمعوش، كل أبناء ما تسمعوش معلومة. أنتم لما تلمسون وتمسكون اليد وتضمون وتقبلون تفرزون لديكم هرمونات تسعدكم،
هرمون السعادة اسمه الأوكسيتوسين، وهذا الهرمون هو الذي يعدل نسبة الأدرينالين والكورتيزول في الجسم. هذا يتعدل، يبقى الأدرينالين في الحد المطلوب، مطلوب للضغط، المطلوب للإنسان يعيش، تنزل إلى الحد المطلوب ما ترتفعش. وإذا ارتفع هذه النسبة الأدرينالين والكورتيزول تبدأ أعراض جسدية مثل الصداع والشد العضلي هنا وكتمة الصدر، وأحيانا قولون عصبي، شد عضلي وانت نايم، ضربة النوم. واحدة من علاجاتها هذا الشيء اللي قلت لكم، بمعنى أبناكم لو عرفوا السر، بابا 24 ضمة كم تعطيني عليها؟ أنا سير عالجك، أخفف عليك الضغط، أعطيك هرمون السعادة. وبالتالي فهي نعمة من الله، هذه الضمات هي نعم من الله علينا. ممتاز. نجي للتوقع. التوقع هي الحكمة في قمتها. يعني دائما توقعات، دائما لا تمارس على أبنائك ليتفوقوا. خلي توقعاتك بسيطة، إياكم التوقعات الكبيرة، إياكم تتابعون بعض اللقطات اللي ممكن تصيبكم، تصيب أبنائكم بالإحباط. وفي بعض اللقطات اللي الأمة تعجب بها، مثل يجيبوا شاب طفل عمره 12 سنة وحافظ القرآن كاملا، مش يحفظ القرآن، يحفظ القرآن يقرأ من 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 الأول ومن الأخير، ويقرأ الآية من الأول ومن الأخيرة، وتقول لي الآية، يقول لك الصفحة الفلانية وعلى اليمين وعلى اليسار وكذا، وتقول لي الآية، يقول لك 20 متشابه مثلها. ولما تشوف مثل هذه الحالات تنبهرون، ولعلكم تبخسون أبناءكم. سؤال والله بريء بريء، ولا أريد أن يفهم خطأ. هذه المواهب اللي شفتوها في حياتكم، كم واحد فيهم لما كبر صار عمره 30 سنة صار واحد من النوابغ في العلم، في العلم الشرعي ولا علم الفيزياء ولا الكيمياء ولا الرياضيات ولا الاختراعات والاكتشافات؟ إلى أين وصل هؤلاء؟ وبتلاحظ ابنك لو حفظ آية واحدة فرح، لو حفظ الفاتحة فرح بها، لو جاب لك 10 من 20 فرح به، لو جاب 10.5 فرح به، ما شاء الله 10.5، المرة المقبلة يجيب 11 إن شاء الله. خلوا توقعات بسيطة، توقعات بسيطة تخلي أبنائي يتحسنون هكذا، وعندما يتحسنون يتشجعون. توقعات كبيرة تقول لي أريدك تجيب 18، إذا جاب 17 وصاب بإحباط. أريدك تحفظ سورة البقرة في شهر، إذا حفظها في شهرين وصاب بإحباط. التوقعات كل ما كانت بسيطة، وذلك خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل. توقعات منطقية، لا تبالغوا في التوقعات. أكثر مشكلات السلوك التي تحبط أبنائنا تأتي من توقعات غير عقلانية، توقعات كبيرة. أنا أحيانا أسأل أسئلة، دكتور أنا ابني عمره 3.5 أشهر، كيف أنمي الذكاء لدي وأكتشف مواهبه؟ 3.5 أشهر، رضعي، ضمي، قبلي، أي ذكاء وأي موهبة؟ ناس مستعجلين لأبنائهم وكذا وغيرها. إذا أنا دائما أوصل لأبنائكم أنا راضي عما حققته، وإن شاء الله أطلب منك المزيد لأنك تستطيع. شو المزيد؟ المزيد هي خطوة واحدة، إذا جاب 10 أنا راضي ب10، وأبغي منك المرة الجاية تجيب 10.5، جاب 16 أنا راضي وسعيد، المرة المقبلة تجيب 16.25. دائما خلوا التوقعات بسيطة، كل ما قلت التوقعات كلما أصبحت الهمة عالية جدا. وذاك توقعات كبيرة، لو سألتكم سؤال ما العلاقة أو الفرق بين الحماس والفتور؟ شنو الحماس والفتور؟ شنو العلاقة بينهم؟ هل هما عكس بعضهم ولا نفس الشيء؟ الحماس والفتور شنو؟ عكس بعضهم؟ شوفوا أخواتي إخواني، في اللغة العربية الحماس عكس الفتور، ولكن في لغة الوجدان الحماس هو الفتور. حماس هو نفس الفتور، حماس الفتور شيء واحد. وذلك في حديث نبوي يقول، هذا الحديث أريدكم تفهمونه وتحفظونه، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عارفين معنى المنبت؟ المسافر لداخل في واحد الصحراء، مسافر مسرع،
لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. أركب فوق دابة ومتحمس يضرب، يلا بسرعة بسرعة، أريد أقطع المسافة في وقت وجيز. الدابة لم تتحمل فماتت، فلا ظهر أبقى ولا أرض انقطع، هذا هو المنبت. وذاك لا تتحمسوا فتفتروا، ولا تحمسوا أبناءكم فيصابون بالفتور. وذاك الذين يتساقطون دائما وتضعف همتهم هم المتحمسون المتنطعون. ذاك خلوا أبناءكم يمشون واحدة واحدة، لا تحمسون كثير، هذه من الحكمة. كذا سؤال آخر، نحن النبي قدوتنا، أسألكم سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام كم ركعة كان يصلي بالليل؟ كم ركعة كان يصلي بالليل؟ ها؟ كم ركعة؟ عدّي بالركعات. 11 عمره ما صلى أكثر من 11 ركعة أبدا. السؤال، أنتم كلكم أقل واحد هنا في هذه القاعة كم ركعة يصلي بالليل؟ أقل واحد 3، أقل شيء 3، لأن بعد ما تصلي عشاء تصلي الوتر في 3 ركعات، هي 3 ركعات، يعني بينكم وبين الرسول كم ركعة؟ 8. لو شديت حيلك شوية قلت ونصلي العشاء ونصلي بعدهم ركعتين وثلاث ركعات وتر نصلي في البيت، صاروا 5، بقى بيننا وبين النبي كم؟ 6. بمعنى بيننا وبين النبي شيء وجيز. شو التوقعات؟ وذاك الذي ثبت عن النبي كله بسيط في متناول الإنسان. خلكم من القدوات الأخرى، وكان الرجل الصالح يصلي في الليل 1000 ركعة، أش بغيت ياخذ 1000؟ أنا 11، ما بغيت لا 1000 ولا 2000، 11 فقط. وكان يختم القرآن 3 مرات في اليوم، يا أخي ما بغيت نختم القرآن 3 مرة في كل شهرين تكفيني، ولما يجي رمضان شوية متحمس نختمه مرة في رمضان، وبعد ما يجي شوال نرجع لحالتي الطبيعية مرة في شهرين. لا تحمسون، بعضهم يجي رمضان يلا نريد 1000 مليون ختمة، وبدأوا الناس في ثاني يوم رمضان واحد ختم 3 ختمات، فلما يختم 20 ختمة في رمضان بعد رمضان يطلع من الخطيب، ودائما خطبة جمعة أول خطبة في شوال في العالم العربي كله الإسلامي، حتى في ألمانيا سمعت الخطيب يقولها في ألمانيا، من كان يعبد رمضان رمضان قد ولى، من كان يعبد الله فإن الله حي دائم. أول خطوة تحبط للناس، يا أخي رمضان شهر الحماس وشهر الطاعات، طبيعي الناس تزيد شوية، لكن شوية وف بعد رمضان يرجع الحال الطبيعي، لكن لا تتحمسون أكثر من اللازم. نفس الشيء لا تحمسون أولادكم أكثر من اللازم. بعض أبناء يأتونني، آخر أشياء أقول لكم، جاني ولد صار عنده أصبح عنده تأتأة شديدة، تأتأة مسكين ما بدي تأتأة ويتأتأ وبالليل كلها يبكي وجي كوابيس ويصرخ بالليل ونايم. جاءت عندي الآب والأم، أبحث هل هناك أسباب، بحث عن كل أسباب اللي هي رئيسية لم أجدها عند الآب والأم، انتقد الأسباب الأخرى، أعطوني برنامج الولد، برنامج الولد اليومي. قالوا يخرج من المدرسة الساعة 2:30، من المدرسة من الساعة 7 إلى الساعة 2:30، يجي البيت الساعة 4 يبدأ دروس تقوية، من 4 إلى 6 ساعتين، 6:30 يلتحق ببرنامج يسموه الرياضيات الطريقة اليابانية، رياضيات ما أدري شو يسموها في المغرب، كذا كذا يحركون وكذا وكذا، حساب ذهني، يعني 45 دقيقة كل يوم وكذا، يخلصها يجي البيت يجي واحد يحفظ القرآن. بعد ما يحفظ القرآن تجي الأم تجلس معاه، يلا وليدي كل فرش أسنانك ونام. والله أي ولد مثل هذا الولد هيصاب بالتأتأة، وجاي في الطريق التبول الإرادي والتبرس الإرادي، جاي في الطريق الولد لا يرتاح، ضاغطين عليه، يا دكتور يريد ولد موهوم. أي موهوم؟ هذا الولد دمرتوه، من 7:30 دراسة ودروس تقوية 2 ساعة والرياضيات الذكية ما أدري كذا كذا وبعدها كذا وبعدها تحفظ القرآن، هذا الولد مسكين ينقضي. حتى نزل إن ربك عليك حق ولنفسك عليك حق وغيرها من الأمور. فهذه الضغوطات الكبرى هذه من التوقعات السلبية. ماذا أتوقع من ولدي؟ شو التوقع؟ ممكن نلخصهم في قصة الإيوة الزور والذهب.
من فيكم من جيلي أنا اللي قرأنا المطالعة في القصة؟ كم واحد فيكم قرأ المطالعة؟ أواخر الستينات. إيه نفس الشيء، نفس الجيل. قرأ المطالعة اللي فيها الفلاح والعوز والبيض الذهبي. فالقصة اللي ما قرأوهاش يقول أحد الفلاحين فقير، وكان كل يوم هذا الفلاح يعيش على الإيوز، على البيض إيوز، تبيع البيض تشتري به الخبز، بعض الأساسيات البسيطة المسكين، وعايش فقير. يوم أنه اكتشف بيضة ذهبية ثقيلة، أخذ السوق عرض على الساقة، قالوا هذا ذهب خالص، باع بمبلغ كبير، اشترى كل شيء للسوق، ما رجع من السوق إلا لحم وحلويات وأكل وملابس، وفرح فرح شديد. اليوم اللي بعده وجد بيضة أخرى، فرمى البيضة على الشوارع، هذا الذهب، وأخذ البيضة وباع.